يعني البعض بيختلط عليه الأمر فكرة الرضا بالحال. في البعض بيشوف ان هي ممكن تتعارض مع فكرة السعي، لان انا راضي بقضاء الله وقدره وراضي بوضعي الحالي، والناحية التانية الناس بتشوف ان السعي او المقولة اللي دايما بنسمعها اسعى يا عبد ونسعى معاك. فكرة الرضا والسعي ازاي بيتكاملوا مع بعض؟ بالعكس، مش ان هم عكس بعض والعياذ بالله ابدا. ازاي هم ممكن يكملوا بعض؟ وازاي فكرة انه في ناس تبقى شايفة انه عشان اسعى ده لا، يعني انا لازم الاول يكون عندي اسباب او مؤشرات حاجة تخليني اسعى، مش ان انا اقوم واشتغل بعد كده ربنا يكرمني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. هو في الحقيقة القضية دي قضية يعني زي ما حضرتك تفضلتي سيد محمد تفضل، محتاجة شوية فض أو فك الاشتباك الحاصل والمفهوم اللي بيلتبس عند بعض الناس. فعلا احنا خلاص رضينا بما أقامنا الله تعالى فيه، واحنا كده خلاص بقى يعني لا مطلوب مننا نسعى ولا مطلوب مننا نعمل ولا كذا. هو لا، الموضوع ما هوش كده. السعي مأمورون به شرعا، يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أمر شرعي أن نسعى، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. ربنا سبحانه وتعالى ذلل لنا وسخر لنا كل هذا الكون، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. ذلولا يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى ذللها، يعني سخرها للإنسان، أوجد فيها المنافع اللي تخدم الإنسان واللي تقوم على مصالح الإنسان، واللي الإنسان لو استعمرها واستصلحها وقام بالبحث فيها وأخرج منها الكنوز يقوم على إفادة نفسه وعلى إفادة الناس. يبقى السعي ده أمر شرعي من ربنا سبحانه وتعالى، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الجمعة بعد أن أمرنا يعني أن نأتي إلى الصلاة يقول سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى قضية السعي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها. طب إيه بقى هنرضى بإيه؟ هنرضى بالنتائج. إحنا سعينا ومشينا في الأرض وطلبنا الفضل من الله سبحانه وتعالى وعملنا كل اللي في وسعنا، ويعني ما خليناش في مقدورنا حاجة نعملها وما عملناهاش، فتوكلنا على الله سبحانه وتعالى. النتائج اللي تترتب على هذا دي بيد الله سبحانه وتعالى، يجب على العبد ان هو يرضى بالنتائج. يعني مثلا على سبيل المثال، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا بالطير. الطير ده ما عندوش القدرة وما عندوش المكان اللي يستطيع ان هو يخزن فيه الغذاء بتاع ايام او شهور او اوقات كتيرة جاية، فالوضع بالنسبة له بيبقى عامل ازاي؟ رزق اليوم بيومه. فيقول لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا خاوية مش حاجة وتعود بطانا. يعني بتطلع الصبح مش عارفة ربنا سبحانه وتعالى هيرزق بإيه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيرزق كتير قليل، يجب على العبد إن هو يرضى. ده مثال ضرب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو يجب على العبد إن هو يسعى وإن هو يبتغي من فضل الله ويتوكل على الله، واللي ربنا يقسم به هنا تيجي مرحلة الرضا. طيب لو كانت النتيجة قاسية قوي على العبد أيا كان، يعني ماذا لو رضي العبد المسلم وكان المصاب كبير مثلا؟ احنا كده بنتكلم على مسألة اللي هي مسألة ايه؟ ان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الانسان ويصاب الانسان، هيبقى الحال عامل ازاي؟ العلماء هنا بيتكلموا على مقامين، مقام منهم اعلى من التاني. المقام الاول مقام الصبر، ان الانسان يصبر، والمقام الأعلى إن الإنسان يرضى. فإحنا بنتكلم هنا على مقامين. الصبر جزاؤه الجنة، ربنا سبحانه وتعالى بيّن في القرآن الكريم مقام الصابرين، وأن الله مع الصابرين، وأن الله سبحانه وتعالى يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، كما قال في القرآن الكريم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولكن الصبر ده معناه إيه؟ معناه ان العبد
يمنع نفسه عن الجزع بقضاء الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى قضى على الإنسان قضاء، ابتلي مثلا بفقد عزيز، ابتلي مثلا بفقد مال، ابتلي بأن هو كان يطمح إلى شيء ولم يقدر على تحصيله، وكان بيسعى له، وكان بيسعى له. عشان برضه نربط الموضوع بالسعي، على سبيل المثال مثلا كان طالب بيذاكر وبيكد وبيجتهد علشان يجيب مجموع يؤهله لدخول مثلا كلية معينة، وفعل ما في وسعه ولم يهمل ولم يدخر جهدا ولا طاقة إلا وبذلها، وبعدين كانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى اختار له اختيار تاني، تمام. فالمفروض بقى في الحالة دي إيه؟ يصبر. فالصبر إن الإنسان يمنع نفسه من الجزع، يمنع لسانه من الشكوى، إن هو يقعد يشتكي بقى أنا اجتهدت وتعبت وسعيت وكذا، وفي الآخر تبقى المحصلة قليلة أو كده. دي مش بتاعتنا، ده بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. ده مقام اللي هو مقام الصبر، اللي هو يمنع نفسه من الجزع. مقام الرضا مقام أعلى، مقام الرضا مقام القبول، إن هو يستقبل قضاء الله سبحانه وتعالى بمحبة، اللي هو العلماء بقى يترجموه ويقولهم إيه؟ أنه لا يحزن على مفقود ولا يفرح بموجود. يقول إيه؟ اللي يجيبه ربنا كله رضا. كويس، كله رضا، راضي. تلاقيه مثلا ابتلي بفقد عزيز، حد مثلا فقد والده، أو حد مثلا فقد ابنه، أو يعني من هذا القبيل. الصبر إن هو إحنا زعلانين ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما بنشتكيش، ما بنجزعش، ولكن يعني في زعل وفي حزن. الرضا مقام أعلى من ده، ودي بقى مقامات بتحتاج من العبد يعني كثرة إنابة إلى الله سبحانه وتعالى، كثرة التجاء إلى الله سبحانه وتعالى، إن هو يكون دائما في حالة أنس بالله جل جلاله، فيخلي العبد يستقبل من الله سبحانه وتعالى ما يضر كما يستقبل من الله سبحانه وتعالى ما ينفع، يستقبل من الله سبحانه وتعالى ما يحزن كما يستقبل من الله سبحانه وتعالى ما يفرح. الله. فده مقام أعلى حتى من مقام الصبر. تعرف حضرتك بتتكلم دلوقتي، يعني احنا لينا زميلنا هنا اسمه راضي مساعد صوت، هو نعم. اسمه راضي واخد من اسمه فعلا، يا يعني سلام. اتفرج عليه كده هو بيتكلم وبيحكي في أي موضوع تلاقيه يقول لك إيه؟ الحمد لله رضا، نعم، كله من عنده، الحمد نعم. لله نعم. دايما على لسانه الحمد، هو كل امرئ له من اسمه نصيب. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إحنا في النهاية أمام قضاء الله سبحانه وتعالى، وقضاء الله تعالى نفذ، يعني قضاء ربنا حصل. إذا رضينا لنا الرضا من رب العالمين سبحانه وتعالى، إذا سخطنا على قضاء الله سبحانه وتعالى مش هيغير من الأمر شيء، ولكن الحاصل إن احنا هنستقبل سخط من رب العالمين سبحانه وتعالى. فهو يجب على العبد إن يكون ده حاله من الله سبحانه وتعالى على كل حال. طبعا يا فضيلة الشيخ الحقيقة، بس خلينا نقول برضو لو بنتكلم على الإنسان بشكل عام، واحنا بنسمع الكلام ده اكيد بنقول الله وياريت يكون عندنا صبر ويكون عندنا رضا ونكون من الصابرين والراضين، بس في البعض ممكن لو حصل موقف او زي ما حضرتك قلت قضاء الله وقدره نفذ، بيكون مش قادر يستوعب او مش قادر يتعامل مع الموقف. احيانا بسمع الجملة دي كتير، بيبقى زعلان. لو شخص جه لحضرتك وقال لك انا زعلان، انا زعلان من اللي حصل، وحضرتك عايز توصل له فكره الصبر ورضا بقضاء الله وقدره، هتقول له ايه؟ احنا عاوزين نقول ونوضح تاني ان الرضا مرتبه اعلى في مدارج السلوك الى الله سبحانه وتعالى، تبقى يعني ايه المدارج كده؟ زي معراج، زي سلم كده، الانسان بيعرج من مقام الى مقام، من سلمة يطلع لسلمة تانية. ما بنقولش إن كل الناس عندهم الاستعداد لاستقبال الأحداث زي بعضهم، لا، ده كل واحد بيستقبل الحدث على حسب حاله مع الله سبحانه وتعالى. ما هو فيه ناس ممكن تستقبل الحدث ده بالجزع والسخط والعياذ بالله، ممكن الناس ما تصبرش، ممكن الناس لسانهم يترجم
اللي في قلوبهم اللي هو عدم رضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. ولكن طبعا عاوزين ننوه، لان هو الحزن ما هو شعور انساني، والزعل الداخلي ده ما هو شعور انساني. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ضرب لنا المثل في نفسه علشان ما نشقش على أنفسنا ولا نسيء الظن بأنفسنا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حزن لفراق ولده، يعني ما هو فقد ولده، فبكى عليه الصلاة والسلام وقال والله إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع. أثر الحزن بان على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دموع نزلت من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآها الناس وتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى المسألة إذا ما قدرناش نصل أو حلنا ما وصلناش لمسألة الرضا، إن إحنا نستقبل من الله سبحانه وتعالى. في ناس كده يقولهم إيه، يعني كل اللي يجي أو كل اللي يعمله حبيبي أنا حبه. يعني حتى الناس كده يعني بقى بيترجموها في الأوساط الشعبية وفي الأمثال والكلام، كل اللي يجيبه ربنا خير، يقول لك اللي يجيبه ربنا خير، يقول لك مش عارف مثلا حد واحد حبيبه ضربه فيقول لك ضرب الحبيب زي أكل الزبيب. المهم إن الناس بتبدأ تترجم الأحوال دي للمشاعر اللي هم بيشعروا بيها، فيقول لك اللي يجيبه حبيبي كله حلو، فيستقبل من ربنا سبحانه وتعالى كل القضاء إن كان يعني مسرات أو إن كان مضرات، فيستقبل من ربنا سبحانه وتعالى كل اللي يجيبه ربنا خير، كل اللي يجيبه ربنا كويس، كل اللي يجيبه ربنا نقابله فرحان به. وطالما هو أقمني في هذا واختار لي هذا فهو سبحانه وتعالى أدرى بما ينفعني. نعم ده حال الصالحين مع الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا وجد في نفسه حزنا لقضاء أو لضرر نزل به أو لمصيبة نزلت به، أقل شيء يجب على الإنسان أنه يصبر على قضاء الله تعالى وقدره. طيب أنا سعيت وعملت اللي علي لكن في النهاية النتيجة ما جاتش زي ما أنا، هل ليها تدريبات معينة عشان أستقبل هذا القضاء ويكون عندي صبر؟ أكيد طبعا. ما هو الموضوع ما هوش كده، إحنا بنقول إن هي معارج عروج في طريق الله سبحانه وتعالى. الإنسان ما يوصلش للمعارج دي، بالمناسبة المعارج دي تصل بالإنسان في النهاية لمرحلة الولاية. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يبقى الإنسان يعني زي ما سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام تكلم عن المؤمن أنه يرى بنور الله، المؤمن اللي بيرى بنور الله سبحانه وتعالى يكشف الله سبحانه وتعالى له من الأسرار ما يعلم بها وما يدرك بها أن ما يراه لنفسه شرا هو مكمن الخير عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده رب العالمين سبحانه وتعالى ينبه لحال الإنسان كما بين في القرآن الكريم، ويقول ربنا سبحانه وتعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. انت شايف ان ده هو الخير ومش فاهم بالظبط، شايف ان ده هو الخير وعمال تدعو بيه وعمال تطلبه من ربنا سبحانه وتعالى وتلح في الدعاء، ولما ربنا سبحانه وتعالى يعني يستجيب ولكن يستجيب بلون آخر من الإجابة، ما هو مش ضروري اللي بتطلبه من ربنا يتنفذ. ليه؟ لأن أنت ممكن تكون بتدعو ربنا سبحانه وتعالى وتطلب منه شيء تظن أنه هو خير وهو في الحقيقة شر طبعا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فالإنسان يظن أن ربنا سبحانه وتعالى ما بيستجيبش للدعاء، ولكن ده ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب بلون آخر من ألوان الإجابة. ما هو مش بالضرورة إحنا بندعو وعلى الله الإجابة، ولكن الإطار بتاع الإجابة مش إحنا اللي بنحدده، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي بيحدده فيما فيه صالح الإنسان وما فيه النفع للإنسان بحسب ما يراه رب العالمين سبحانه وتعالى. طبعا بكل تأكيد، يعني أحيانا إحنا بندعي ربنا دايما يكتب لنا الخير في كل حاجة، إحنا منبقاش عارفين فين الخير اللي بيكتبه ربنا. رب الخير لا يأتي إلا بالخير، فاللي بيحصل فعلا هو خير حتى لو إحنا مش شايفين أين يكمن الخير في الحاصل، بس بكل تأكيد هو ده الأحسن لنا والأفضل لنا. أحيانا بنشوف فضيلة الشيخ على مواقع التواصل الاجتماعي أدعية، حد يقول في أدعية للرضا، أدعية للزواج، أدعية للغنى، أدعية لرفع البلاء.
هل فعلا في أدعية لبعض المواقف ليها علاقة تحديدا بمواقف معينة؟ ولو احنا بنتكلم على الرضا والسعي، هل في أدعية معينة نعم. للوصول لحالة الرضا؟ نعم، هو طبعا يعني الأدعية اللي بتبقى مخصصة لأشياء معينة دي زي ما حضرتك تفضلتي، دي بيسموها المجربات. يعني مثلا حد من الناس الصالحين، أصل يعني الموضوع ده في ناس كده منقطعة لله سبحانه وتعالى. مش معنى منقطعة لله سبحانه وتعالى إن هي منعزلة عن الحياة ومنعزلة عن الكون ومتفرغة للعبادة وللشعائر وفقط. أنا أقصد منقطعة لله سبحانه وتعالى إن هم في كل أحوالهم، في كل أحوالهم هم مع الله سبحانه وتعالى. فتلاقيهم دايما في كل أحوالهم تجي لهم خواطر أو يجي لهم وارد. الوارد ده مثلا أو الخاطر ده يجي له إن هو يدعو بدعاء معين لله سبحانه وتعالى في موقف معين صحيح. أو في حال معين هو فيه، فيدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء فيستجيب الله سبحانه وتعالى له. عظيم. في النهاية طالما أنت سعيت وعملت اللي عليك لازم تستقبل قضاء الله، لازم يكون عندك نوع من الصبر، وزي ما كان فضيلة الشيخ أحمد بيقول لازم تستقبل قضاء الله بصدر رحب، فالفرح والسعادة لحظة، أما الرضا فهو حياة. شكرا جزيلا للشيخ أحمد المشد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ربنا يبارك.